ازيكم يا جماعة؟ الليسون بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ال tangent and perpendicular lines to curves. أنا لو عندي curve زي ال curve ده وعندي عليه point، ال point دي هاخدها هنا وأسميها A و B. أوكي، ال point دي لو ال function دي differentiable فمعنى كده ان هي ليها rate of change. في معلومة كده بتقول ان ال derivative بتاع ال function f dash of x هو ال slope of tangent. المعلومة دي من تانية ثانوي. ال tangent اللي هو ال line اللي بيلمس ال function عند ال point دي لكن مش بي intersect مع ال function تاني. يعني ال line هنا tangent هيبقى عامل كده، اوكي، وده هيبقى بيلمس الفانكشن في البوينت دي. التانجنت بتاعنا ده الميل بتاعه على الاكس اكسس اللي هو السلوب ده هو الديريفاتيف بتاع الفانكشن عند البوينت دي. بمعنى لو انا مثلا عندي الفانكشن دي f of x equals مثلا x squared، خلي دي كده كده طالعه لفوق تاني. وقلنا ان A و B دي هي 2 4، فلو احنا جبنا ال derivative بتاع dy by dx، اللي dy equals f of x dy by dx equals 2x، نجيب القيمة بتاعت ال derivative ده عند ال point دي فتبقى عبارة عن y dash equals 2 times 2 equals 4. ال 4 اللي طلعت لي دي هي ال tan بتاع الانجل دي. يعني لو الانجل دي الفا فاحنا عارفين ان تان الفا اللي هي السلوب دي بتساوي 4. اوكي، دلوقتي احنا عارفين ان تان الفا دي، يعني لو ده اللاين بتاعي فتان الفا دي بتديني العلاقه ما بين قد ايه اللاين بيطلع لفوق او الواي كوردينيت بتاعت اللاين وقد ايه اللاين ماشي هوريزونتالي كده اللي هي الاكس كوردينيت بتاع اللاين. فاحنا عارفين ان تان الفا بتساوي واي على اكس. في حاجة تاني، ان اللاين ده هنا بيمر بالزيرو لكن ممكن ما يمرش بيها. فاللاينز عامة بتبقى الايكويشن بتاعتها ممكن تتكتب في الفورم اللي هو عبارة عن واي equals tan الفا of x plus c. tan alpha دي هي السلوب بتاعنا اللي هو الام. طبعا احنا عارفين ان y دي already tan alpha دي اللي هي f dash of b of x plus c. c دي constant، c دي رقم، c دي رقم انا هعرف اجيبه. ال equation دي لو احنا قلنا لو سمينا اللاين ده L1 فال equation دي هي ال equation بتاعت L1. يعني دي ال equation بتاعت اللاين ده، يعني دي الايكويشن اللي تقول لك اللاين ده لما مثلا هحط الاكس بزيرو الواي هتبقى بكام. هنا لما احنا نحط الاكس بزيرو الواي مثلا قول هتبقى هنا بربع ولا حاجه كده. يعني لما طب لما نحط الواي بزيرو الاكس هتبقى بكام، قول مثلا الاكس هتبقى هنا ب1. الايكويشن دي هي دي الايكويشن اللي بتحدد اللاين ده، واللاين ده هنا هو التانجنت للكيرف عند البوينت دي. طب اللاين ده يوسفول في ايه؟ اللاين ده يوسفول في ان هو بيقول لي الريت اوف تشينج عند البوينت دي عامل ازاي. وقدام شويه لما تكملوا في الكالكولس هتاخدوا حاجه اسمها لينيرايزيشن. اللينيرايزيشن برضو حاجه من الحاجات اللي لازم فيها نعمل اللاين ده. اللينيرايزيشن ده لو انا عندي كيرف صعب ممكن اعمل له ابروكسيميشن كده ان هو عباره عن لاينز كتير من اللاينز دي زي بعض. بس تاني بوينت عندنا هي فكره النورمال او البيربنديكولر. خلاص انا جبت اللاين ده اللي هو L1، سي دي بتيجي بان احنا نعوض نشيل الواي ونحط بي. يعني هو مش اللاين ده، احنا دلوقتي عارفين السلوب بتاعه بس مش عارفين السي الاخرانيه اللي في الايكويشن بتاعته، فاحنا نعوض بايه وبي، فتبقى بي equals اف داش اوف بي تايمز اي بلس سي. طبعا ده رقم ده رقم ده رقم، نقدر بيه ان احنا نجيب الرقم الاخير اللي هو سي. اوكي، دلوقتي احنا عايزين نعرف البيربنديكولر. البيربنديكولر هو اللاين اللي بيمر بنفس البوينت دي لكن بيبقى
نورمال للكيرف ده، فالبيربنديكولار هيبقى شكله عامل كده. اوكي، البيربنديكولار ده اكيد هيبقى عامل انجل 90 مع التانجنت. اوكي، انا عايز اجيب الايكويشن بتاعت البيربنديكولار دي. في رول من ثانوي بتقول لك ان لو في اتنين لاينز L1 perpendicular to L2 يبقى M1 times M2 equals negative 1. طبعا هنا M1 اللي هي F dash of B و M2 هي اللي أنا عايز أجيبها equals negative 1، يبقى M2 equals negative 1 over F dash of B. بنفس الطريقة بالظبط أنا هقول، هفترض ال equation بتاعت ال line L2 هي y equals m2 of x plus c plus d، بقى نغير ال constant ده تبقى negative 1 over f dash of b times x plus d. لو عوضنا ب a و b فتبقى عندك هنا b equals negative 1 over f dash of b times a plus d، وده هو اللي انا محتاجه. لو ال كده انا برضو عرفت اجيب الايكويشن بتاعت ال perpendicular line. لو الموضوع ده مش كلير مش مشكلة، هيبقى كلير دلوقتي لما نحل حاجة. اوكي، بيديني ال function دي وهي implicit function، وبيقول لي هات لي التانجنت وال perpendicular عند ال point دي، هات لي ال equation بتاعتهم يعني. اوكي، اول حاجة ان انا لازم اجيب dy by dx. اوكي، علشان اجيبها لازم اعمل differentiation ل both sides. ف x squared تبقى 2x plus 3 times derivative x 1 times y plus y dash times x plus 2y y dash 2y times y dash equals 0. لو جمعت كل ال y dash تبقى y dash times 3x plus 2y، ووديت الباقي الناحية التانية negative 2x plus 3y، يبقى y dash بتساوي negative 2x plus 3y على 3x plus 2y. دي اللي هي f dash of x. انا هجيب بقى f dash of x دي عند ال point دي، ف f dash of x اللي هي negative 1 بتساوي تبقى negative في negative 1 2 times negative 1 plus 3 times 2. انا بعوض بالبوينت دي في negative 1 في الاكس و 2 في الواي over 3 times negative 1 plus 2 times 2 اللي هي 4. طبعا negative 2 plus 6 اللي هي هتبقى 4، وهنا 4 minus 3 اللي هي 1 فهي هتبقى negative 4، فهي f dash of negative 1 هنا هي negative 4. اوكي، خلاص انا كده عندي كل اللي انا محتاجه، عندي f dash of negative 1 وعندي ال point نفسها. هفترض في الاول، هقول له في الاول التانجنت، هقول له y equals mx plus c، يبقى y equals negative 4 times x plus c، وهعوض بالنقطة دي هتبقى 2 equals negative 4 times negative 1 plus c، فأجيب ال c. هنا طبعا 2 equals 4 negative 4 times negative 1 اللي هي 4 plus c، لو وديتها الناحية التانية يبقى c equals negative 2. أجي كده وبرزها له وأقول له tangent line equation هي y equals negative 4x minus 2. أوكي، فاضل إني أجيب ال perpendicular line equation. ال perpendicular انا هفترض ان هو y equals m2 of x plus c، واقول له ان m2 times negative 4 equals negative 1، يبقى m2 بتساوي 1 over 4، يبقى y equals 1 over 4 times x plus d، بقى بلاش c خليها d، وبعدين اعوض بالنقطة دي فتبقى 2 equals negative 1 over 4 plus d. طبعا اودي نيجاتيف 1 اوفر 4 الناحية التانية تبقى دي،
يبقى 2 plus 1 over 4 equals d، اللي هي عبارة عن 2.25. فأقول له إن y equals m2 اللي هي 1 over 4 x plus 2.25، وهو ده ال perpendicular. ناخد مسألة تاني، بيقول لك y equal t squared plus 4n x equals 2t squared. بيقول لك hat find dy by dx. دي أول حاجة، دي ريفيو شوية، dy by dx بتساوي dy by dt plus 240 dy by dt على dx by dt. هنا دي هتبقى 2t plus 4، وهنا دي هتبقى 4t at t equal 1. اوكي، فهنا هتبقى 2 times 1 plus 4 على 4 اللي هي 6 over 4، اللي هي عبارة عن 1.5. فإحنا كده معانا f dash of x at t equals 1 اللي هي بتساوي 1.5. فأنا لازم أجيب معادلة ال tangent وال perpendicular. علشان أجيبهم أنا محتاج حاجتين، slope و point. إحنا معانا ال slope، يبقى فاضل لنا ال point. طبعا ال point هتيجي بإن أنا أمسك t equals 1 وأحطها في كل واحدة. فال point هتبقى عبارة عن 2 في 1 squared، وهنا 1 squared plus 4 times 1 اللي هي دي. طبعا ال point هتبقى 2 و 5. طالما احنا جبنا ال point وجبنا dy by dx، يبقى خلاص احنا حتى ما بقيناش محتاجين ال equation بتاعت ال curve. فقط نقول كده ان انا عندي point اللي هي 2 over 5، وعندي slope اللي هو 1.5. هقول له انا في الاول هجيب ال tangent، اقول له y equals mt of x plus c equals 1.5 of x plus c. عوض بالنقطة بتاعتي، تبقى 5 equals 1.5 times 2 plus c equals 3 plus c، يبقى c equals 2. يبقى ال tangent line equation بتاعتي هي عبارة عن 3 over 2 times x plus 2 equals y. لو عايزين نجيب ال perpendicular هنقول له y equals negative 2 over 3 of x plus d، وعوض بالنقطة بتاعتي علشان أجيب d، تبقى negative 4 over 3 plus d، يبقى d equals 5 plus 4 over 3 اللي هي عبارة عن 15 plus 4 over 3 اللي هي عبارة عن 19 over 3. يبقى ال equation دي هي عبارة عن negative 2 over 3 of x plus 19 over 3 equals y، وهي دي الإيكويشن بتاعت ال perpendicular. هنا بيقول لك ده بيقول لك إن أنا عندي كيرف، الكيرف ده اللي هو x squared plus y squared minus 2k times x. بيقول لك k ده رقم، plus 12 equals 0. بيقول لك إن البوينت دي موجودة على الكيرف. لو قال لك ان بوينت موجود على الكيرف، بعد كده ان هي بتساتسفاي الايكويشن بتاعته، يعني ممكن تمسك البوينت دي وتعوض بيها في الايكويشن بتاعته، تعوض بال4 في الاكس وبالنيجاتيف 2 في الواي، في كل اكس وفي كل واي. فاحنا هنجيب كي، هو بيقول لك هنا هات كي اللي هو رقم، هنجيب كي عن طريق ان احنا نعوض الاول. 4 squared 16 plus 4 minus 2 times 4 minus 8k plus 12 equals 0. ف 16 plus 4 20، 20 plus 12 32 over 8 equals k، يبقى k بتساوي 32 over 8 اللي هي 16 times 2 over 8 اللي هي 16 over 8 2 اللي هي 4. اوكي، فهنا هنيجي ونقول له k بتساوي 4. بعد ما نقول له k بتساوي 4، هو بقى بيقول لك هات لي التانجنت ايكويشن. فاحنا نيجي هنا كده
ونشيل k 2k اللي هي 2 times 4 اللي هي 8k 8x plus 12. طيب هو بيقول لي هات لي tangent equation عند البوينت دي. احنا قلنا دايما عشان نجيب التانجنت equation محتاجين point وslope. احنا هنا عندنا البوينت اللي هي 4 و-negative 2، السلوب سهل ان احنا نجيبه، هنعمل differentiation plus 2y y dash minus 8 equals 0. لو عملنا divided by 2 فدي تبقى 4، ف x plus y y dash equals 4، يبقى y dash بتساوي 4 minus x over y. نعوض فتبقى 4 minus 4 over negative 2 equals 0، يبقى السلوب بتاعي 0. أدام السلوب بتاعي 0 يبقى أجي هنا، أنا كده عندي برضو slope و point، يبقى أقول له y equals m of x plus c، يبقى طبعا y equals 0 of x يبقى y equals c. أعوض بالpoint بتاعتي اللي هي y بتساوي negative 2. اما يطلع لك حاجه زي كده معناها ان اللاين ده فيرتيكال، اللاين ده عامل كده، البيربنديكولار عليه اكيد هيبقى اللاين اللي بيمر بالنقطه دي، اللاين الهوريزونتال اللي بيمر، اللاين الفيرتيكال اسف، اللي بيمر بالنقطه دي. فهو هنا اللاين البيربنديكولار هتقول له ان هو ده عباره عن x equals 4. اوكي اخر مساله معانا، بيقول لك هات لي الاريا بتاعت التراينجل اللي باوندد بين الاكس اكسس التانجنت ده والبيربنديكولار لده عند البوينت كذا. عشان نجيب التانجنت والبيربنديكولار محتاجين بوينت اللي هي 2 2 والسلوب، فعشان نجيب السلوب نقول 2x plus 8y dash equals 0 divided by 2 تبقى دي 4، يبقى y dash equals negative x over 4 اللي هي عبارة عن negative 2 over 4 اللي هي negative half. يبقى السلوب هو negative half، فنجيب التانجنت لاين، التانجنت لاين هيبقى y equals negative half x plus c. لو عوضنا بالpoints اللي معانا يبقى 2 equals negative 1 plus c، يبقى c equal 3، يبقى التانجنت لاين عبارة عن negative half of x plus 3. عايزين نجيب ال perpendicular line، فنقول y equals 2x plus d. علشان نجيب دي نعوض بالبوينتس بتاعتنا اللي هي 2 equals 4 plus d، يبقى d equals negative 2، يبقى ال equation دي عبارة عن 2x minus 2. اوكي دلوقتي هو بيقول لك هنا هات لي الاريا بتاعت التراينجل اللي ما بين الاكس اكسس، يعني لو احنا رسمنا الرسمة دي كده حطينا عليها point 2 2، فالبوينت دي في ليها tangent وفي ليها perpendicular و x axis. هو بيقول لك انا عايز الاريا دي، الاريا بتاعت التراينجل ده. علشان اجيب الاريا بتاعت التراينجل ده انا لازم اجيب المسافة دي والمسافتين دول، او انا لازم اشوف النقطه بتاعه الانترسكشن بتاعتهم اللي هي اللي انا اوريدي عارفها اللي هي 2 2، واشوف منها الترينجل الاولاني ده. يعني لو رسمنا كده الترينجل الاولاني ده الاريا بتاعته كام، والترينجل التاني ده الاريا بتاعته كام. اوكي فاحنا لازم نشوف نقط تقاطعهم مع اللاين الهوريزونتال ده. اللاين الهوريزونتال ده ايه الايكويشن بتاعته اللي هو الاكس اكسس؟ الاكس اكسس الايكويشن بتاعته هي y equal 0، فاحنا هنشوف y equal 0 في الاثنين. فلما بنعمل y equal 0 في الاثنين بتطلع x equals negative 6، او x equals اسف 0 equals negative half of x1 plus 3، فدي هتطلع نيجاتيف، تروح الناحية التانية تبقى نيجاتيف 3 وبعدين تبقى 6، يبقى x1 بتساوي 6. يعني النقطة دي أو النقطة بتاعة التانجنت عشان نبقى أصح، النقطة دي هي 6 و 0، والنقطة التانية لما احنا نقول برضو y equals 0 هنا فتبقى 2 equals 2x،
يبقى x equals 1 1 و 0. يبقى انا عندي التريانجل بتاعي ده عامل كده، هنا من 1 و 0، هنا 6 و 0، وهنا 2 و 2. طبعا البوينت دي هي 2 و 0. طبعا انا لما بعمل الكونستراكشن ده مش هيبقى فاضل حاجة غير اني احسب الاريا بتاعت التراينجل الاولاني ده واحسب الاريا بتاعت التراينجل التاني ده وازودهم في بعض. طبعا الاريا بتاعت التراينجل الاولاني هي الهاف تايم سبيس تايمز هايت، الاريا بتاعت التراينجل التاني هاف تايم سبيس تايمز هايت. نقول ان اريا 1 equals half times space times height plus half times space times height. بس كده، هو دي آخر حاجة كانت معانا. شكرا على